السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء لمستوى السادس ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم هو المجموعة الشمسية، وهو آخر درس في موضوع الفلك. في الكون لدينا عدد هائل ولا نهائي من المجرات المنتشرة في الفضاء، بحيث تنتمي مجموعتنا الشمسية إلى مجرة درب التبانة. وعندما أقول مجموعة شمسية فهي تعني مجموعة من الأشياء التي تقع تحت جاذبية الشمس، كالكواكب، الكويكبات، والمذنبات، النجوم، الأقمار، والغبار، والغازات، بحيث أن الشمس يعتبر النجم الوحيد المضيء من ذاته في هذه المجموعة، ويتمثل كتلته حوالي 98% من كتلة المجموعة الشمسية. وتحيط بالشمس 8 كواكب، وهي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون. عندما أقول كوكب فهذا يعني هو جرم سماوي يعكس ضوء الشمس، أي أنه لا يضيء من ذاته وإنما يعكس فقط ضوء الشمس. تنقسم الكواكب إلى مجموعتين، مجموعة داخلية ومجموعة خارجية. إذن المجموعة الداخلية تتكون من 4 كواكب، وهي عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ، وهي الأقرب إلى الشمس، ولها خاصيات صخرية ومعدنية صلبة كالتي في الأرض. أما بالنسبة للمجموعة الخارجية فهي تتكون من المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون، ولها خاصيات غازية ومائية. ويفصل بين هاتين المجموعتين حزام من الكويكبات يتكون من كتل صخرية مختلفة القد والشكل. الحزام من الكويكبات هو الذي أشرت إليه في الرسم، انظروا له جيدا. تدور هذه الكواكب حول الشمس في مدار على شكل قرص مسطح، ليس بشكل عشوائي، وإنما كل كوكب له مداره الخاص، بحيث لا يدخل كوكب في مدار الآخر كما تلاحظون هنا. إذن أترككم مع هذا الفيديو البسيط الذي يشرح خاصيات الكواكب. أنا الشمس، أنا نجم من نجوم مجرة درب التبانة، تدور حولي 8 كواكب، ونسمى معا المجموعة الشمسية. سأعرفكم اليوم بكواكب مجموعتي. أنا كوكب عطارد، وأنا أقرب الكواكب للشمس وأصغرها، لوني رمادي وسطحي صخري، ليس لدي قمر ولا غلاف جوي. أنا كوكب الزهرة، وأنا ثاني كوكب بعدا عن الشمس، لوني أصفر، وأنا أكثر الكواكب لمعانا، سطحي مليء بالبراكين، ليس لدي قمر وحولي غيوم كبريتية. أنا كوكب الأرض، وأنا ثالث الكواكب بعيدا عن الشمس، لوني أزرق لأن الماء يغطي معظم سطحي، لدي قمر واحد ولدي غلاف جوي، وأنا الكوكب الوحيد المعروف بوجود حياة عليه. أنا كوكب المريخ، وأنا رابع الكواكب بعيدا عن الشمس، لوني أحمر، سطحي صخري، لدي قمران وغلاف جوي. أنا كوكب المشتري، وأنا خامس الكواكب بعدا عن الشمس وأكبرها، حولي حزما بيضاء وبرتقالية، وسطحي ليس صلبا، ولدي 64 قمرا وغلاف جوي. أنا كوكب زحل، أنا سادس الكواكب بعدا عن الشمس، لوني ذهبي وسطحي ليس صلبا، لدي 62 قمرا ولدي 7 حلقات. أنا كوكب أورانوس، وأنا سابع الكواكب بعدا عن الشمس، لوني أزرق، حولي غيوم غازية، سطحي ليس صلبا، لدي 27 قمرا و13 حلقة وغلاف جوي. أنا
أنا كوكب نبتون، أنا أبعد الكواكب عن الشمس، لوني أزرق، سطحي ليس صلبا، لدي 13 قمر وأربعة حلقات، ولدي غلاف جوي. ونحن معا نشكل مجموعة الشمسية.